كحيلان الجنتل معنا الان. رقت رقت يا ابوي. لا قاعد انطرك. ايه انا هنيك على الطقم اللي بيننا. تبي ثنائية يعني انت؟ احنا ثنائيات ما احنا بهلا يا ايمن الضفير. ايه معن بهلا. ايه يا كحيلان الجنتل معك محمد منصور. ارحب ارحب بكره ترى مكتسح. تبقى ايمن. ايمن يعني انت الحين تنتظرنا متفضل علينا يعني ولا؟ لا والله واحد ينطر. سام؟ اقول واحد ينطر عادي ما عندي ما في مشكلة. ايه لأن كنت تأخرنا عليك الله يحييك. زين من قالك اني زعلان؟ اسفين كان تأخرنا. من قالك اني زعلان؟ تأخرنا يمكن عشان ما تقعد على الهاشتاج. ايه انت ما اخرت. ايمن ايمن اول شيء صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. عندي كم محور معاك يعني بناقشك معه عقب ما يعني هدت الامور وخف الرمي. خير. ايمن بي حق تروح وتفصل السماعه. حق اني ما اتضايق. حق انك ايش؟ ما اتضايق. هذا ملك القناه يعني. علمنا وش الحادثه الجمهور بعد. ما بيتضايق انا رجال. انا ايمن وتواجه الازمه. ايمن تحكم بنفسك. اي ايمن وقت الـ وقت الـ خروج. أيوة. رشيد. ايوه. كان الكنترول مشغل شيله البرايم وخروج فكان من ايمن وعلي باللبدان. انهم راحوا وقاموا يفصلون السلك السماعات من المنتج. الاول من هو اللي فصلها منهم؟ ما اذكر المشكله ان من الاول من فصلها؟ ايمن انت ولا علي؟ ايمن او علي والله ما ادري. كلهم فصلوا يعني من الاول من الثاني مو ايمن القادح. ايمن اي ايمن هذا شو مشاري عمر ترى. اي ايمن وكان في كانت بتصير مشاده مع مشاري عمر لكن ايمن اي حد اول شيء هذا مو ملكك يا اخي. وين تفصل يا اخي؟ ما تحس انك بتخرب السماعه؟ وما اللي بيعوض القناه في السماعه وندخل انا خرب شيء انا اعوض وجين اول شيء قل لها الله. لا اله تفضل. لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. تفضل. زين خلاص تفضل. اول شيء شوف هي صارت خطا لكن وقت غضب. حلو. وانا مختص صراحه. حلو تقر بخطاك اكيد يعني وش بتقول؟ تفضل. ما اسمعك. اقول مقر بخطاك يعني. هي اكيد. طيب والعقوبه؟ اي عقوبه؟ وش تنتظر من القناة تسوي لك؟ أي عقوبة؟ أقول أنت مفروض تعاقب على اللي سويته صح ولا لا؟ إذا في عقوبة أنا أستاهل. دام إني مخطئ أستاهل. خلاص انتهت السالفة. خلاص انتهت. عمر معك أيمن. صراحة أيمن صباح الخير. صباح الليل. تتمنى أن تكون نجم اليوم؟ نعم. طيب نجم اليوم ما يفصل السماعات ولا يقوم يطرد المعدين يعني ما ركزت الا على السماعات طول هالايام اناقز انا اسبوع كامل انقز. طيب اسمع ايمن اي كيف تواجه يعني الحاجه اللي تضايقك انت؟ ها؟ بالغضب. بالغضب؟ نعم. انا اشوف ما راح تطول في الاعلام دائم في الاعلام. اسمع حاول الحاجه اللي تزعلك حاول انك تتفاعل معها او تبديلها رده فعل او تحاول تعايش معها لين تتخطى. والله امك كل شيء بكره تحذف السناب. بكره بيجيك تعليق يبكيك في السناب تروح تحذف السناب. قل لها الله. صح. لا يا حول. دقيقه عمر. الحين حنا ناس محزنين وناس ضايقه خلقنا على استبعاد خوينا. الشيلة ايش وضعه بالموضوع؟ طيب قبلك 20 نسخة الشيلات تشتغل ولا عندهم؟ يا اخي الشيلة ضيق الخلق يا اخي. ولا راح افصل السماعات ولا راح اسوي انا القاها من الشيلة ولا من الاستبعاد ولا انا رجال ما ابي اشوف اخوي ويضيق خلقه. أيه شافني ضيق خلقي. خلنا اطفي السماعات ما شاء الله. دقيقة انا عندي الين. تفلت تدري اني تفلت على ترك الدوسري. سالم انت ايش ما عين الله خير. اي اي والله تفلت على ترك الدوسري امسكوه. انا تفلت على ترك الدوسري. اي والله هوب يا تنقطع ايدي ولا اسويها. طيب اسمع سالم انا عندي فكره لنا اليوم. دقيقه انت مدرسه النقد الحديثه صح؟ نعم. ليش تاخذ القرار هذا لحالك؟ يعني مثلا بكره نجم اليوم اكتب ورقه فيها اسمين مثلا انت مرشحهم. ايه؟ منو انت تستشير منو؟ وحنا نصوت عادل محمد عمر سالم اربع اصوات سويناها اكثر. زين ابو هذا من الاعداد ترى مو مني والله ابو هذا. ليش انت ما تاخذها انت مدرسه النقد الحديثه؟ طيب اليوم ابو هذا دقيقه ترى نجم اليوم. دقيقه يا ايمن بنسالك ومسولف معك. طرى نجم اليوم ابو هذال. نجم اليوم كان في منافسه شديده جدا جدا بين اسمين. بين اسمين. جابر الخواطر وبين ايمن الضفيري الحقيقي وعبد العزيز المغيري. وعبد العزيز المغيري ثلاثه هم. لكن اللي علي هذا دائما يصيح يقول انا اقوم من هو؟ علي هذا دائما يصيح يقول انا اقوم من الظهر. ليش ما تعطي نجم اليوم يقوم من الظهر؟ اي والله يقول اقوم من الظهر. طيب ليش ما تعطي نجم اليوم؟ يعني هم راقدين كل المتسابقين؟ الله ما ادري عنه. لا المتسابقين كلهم قايمين من الفجر. يقوم من الظهر ويرقد في الليل. نعم. يا ربع ايش فيكم على علي هادي؟ يا رجال ما حد جاب طاريه بشيء. خلاص اهدى شوي اهدى فاهم الخلطه ذكي عشان جمهور المحيط.
الاخوه بيننا لا ما ادري. لا لا جمهور المحسن. شوف شوف يا عادل منيف انا فيكم كبرت الموضوع. جمهور المحسن انشد انا على بس قلنا جابر قلنا عبد العزيز قلنا الناس كلهم قلت جابر وعبد العزيز يتنافسون مع ايمن على نجم اليوم ما شاء الله. بس علي هادي قلت لا انه يطالب نجم اليوم ما شاء الله. هذا احتمال على علي هادي. دقيقه دقيقه ايمن دقيقه اسمح لي معك علي. علي هادي يطالب بنجم اليوم ايش المشكله؟ طيب يستاهل. طب ايش المشكله معك؟ ايش المشكله ليه ما تعطونا نجم اليوم؟ او بحكم بصفتك ايش طالبنا الحين؟ بصفتي اني اشوفه ناجح رجال ومقدم ناجح. من الظهر قاعد انت تشوف انه انت تشوف انه ناجح ومقدم صح؟ ايه. واخويا من ناجحين ومقدمين يعني يعطيكم كل ابوكم نجم اليوم؟ نعم. طيب ما تجي ما المسابقه ما بكذا بس يبي يسولف. تدري تدري من اريح المسابقين انا هني ايمن إيه؟ لاني سالته ورد على على طول اعترف وانتهى الموضوع وسكر الباب. سكر الباب علينا كذا ترى متسابقين نتمنى ان انا بس لا بسالك سؤال وبنتناقش. ايمن ايمن الاسبوع ذا الاسبوع ذا اي ايمن متجلي ومكتسح الله يعزك بنعطيك. انا اشوف انك تكرمه. انا اشوف انك ايش تقول انت؟ انا عندي اعتراض. اعتراض عن اذا كان ايمن الضبيط نجم اليوم فانا اعترض. من نجم اليوم اذا كان هو نجم اليوم فانا اعترض. لا ايمن الضبيط لا اللي قال ايمن نجم اليوم. انا اقول لك اذا كان هو اذا كان هو إيه؟ فأنا أطالب بالعدل. أنا أعتقد إنه أيمن الضفيري لا يستحق إنه يكون نجم اليوم. ليش؟ فعلياً. ليش؟ واضح يعني من البث المباشر. تابعة البث المباشر. نعم أنا متابع البث. أنا أشوف إن أيمن الضفيري أيمن الضفيري إيه؟ مجتهد. اسمح لي أيمن الضفيري مجتهد مجتهد إيه؟ ولكن أنا أشوف إنه في أشخاص إيه؟ تمام. يعلم الله ثم يعلم الله. شوف يعلم الله إني ما أدري من هو نجم اليوم إيه؟ ولكن إذا كان أيمن الضفيري نجم اليوم فأنا أعتقد إنه لا يستحقها. أنا أعتقد إنه في عبد العزيز المغيري. عدد المغيري انا اشوف انه تبارك الرحمن مجتهد الايام الماضيه كلها موجود حتى على البث طوال فتره البث مشعل لاقي نفسه في الفتره الاخيره. فايمن الضفيري يعني مثل ما قال ابو هذا شخص محمد منصور تشوف ايمن الضفيري محتوى فصل سماعات ما تفهم فصل اسلاك لا الضفيري شو اسمه كهربائي ذا مو ايمن الضفيري ايمن أنا أشوف أنك يعني نكرمك بأنك تكون من أعضاء فريق دعم المتسابق علي هادي. يمكنك تأدي أكثر وتسوي تقص مقاطع على الولاء هذا كله لعلي هادي. أنا أدعم عادي حتى لو ما كن الله يوفقك. ما ترى أنها نجم اليوم يا عم. أنا أشوف أنه نجم الأسبوع في فريق دعم علي هادي أكثر من دعم علي هادي. أبو مشعل أنا والله شوف أيمن يعني مجتهد ويعني كان حضوره على الشاشة لافت ولابس اليوم ما شاء الله طقم فسفوري حامض إيه. فلكن أشوف إني تابعت بث اليوم أشوف يعني إن أيمن من ضمن ثلاثة يستحقون نجم اليوم ولا وأشوف إن أيمن ما هو بأولهم يعني وجهة نظر. أنت من ترى نجم اليوم؟ من ثلاثة الأسامي أبى أكتب لك الاسم بصوت لك. أنا أشوف محمد منصور. أنا أشوف عبد العزيز المغيري. محمد منصور شتيوف. محمد عيسى. أنا أشوف محمد منصور. أنت يعني ما باص. أنا نجم اليوم. أنا أشوف عبد العزيز المغيري. وصراحة يعني. أشوف إن عبد العزيز المغيري. زين محوري وين أنا ذبحتوني تستشيرون بعض وأنا موجود. إحنا خلصنا هو. إحنا أعطيك إياها من الأخير يا أيمن. أعطني يا أيمن. إحنا جينا بنسولف معك رحت شطحت ابن المحيط الهادي عطوه وعطوه. احنا نبي كنت نقول ايمن الضفيري في شوف شغله في ذا الايام في ذا الايام نشوف شغله فريق دعم في ذا الايام تجلى وحضر حضور رهيب نعم صراحه نعم حضور رهيب صراحه في الايام هذه. الشباب يشوفون ان عبد العزيز مغيري اليوم كان اقوى حضوره من ايمن من ايمن جميل. الاعداد يقول إن كان في منافسة كبيرة بين أيمن الضفيري صحيح. وبين جبر آخر فقرة وبين عبد العزيز المغيري نشوفه اللي نشوف خلينا نشوف آخر فقرة خلينا نشوف آخر فقرة مع التشاور ولكن تدري أي طيب تدري نجم اليوم أبكنا نجم اليوم آخر فقرة نجم اليوم خلينا نجي عندنا محاولة نجم اليوم آخر فقرة هو كحالان الجنتل ايمن الضفيري يستاهل الله اكبر يستاهل ظهر الحق وزهق الباطل الله يوفقك يا ايمن تستاهل والله ايمن في فريق دعم علي هذا شكرا ايمن بالتوفيق عفوا بالتوفيق ايمن يا حبيبي شكرا لك شكرا ايمن عطاه الاعداد قرار الاعداد